السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم معايا من جديد في قناه عالم عواطف. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم فخدان ديال الدجاج محمرين في الفران مرافقين بالرز بالخضر. هاد الطبق اللي كيجي رائع ولذيذ وغني جدا. نتمنى تتابعوا معايا الفيديو حتى الاخر. وقبل ما تشوفوا معايا الوصفه نتمنى تابوناو معايا في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما تنساوش لي لايك. ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. غادي نحتاجوا الفخيطات ديال الدجاج بطبيعه الحال. هنا انا خديت 10 ديال الفخيطات نتوما على حسب عدد افراد الاسره. بعد ما رقدتهم في الحامض والملحه بحال العاده صافي وغسلتهم مزيان وقطعتهم. غنحتاجوا لواحد 4 الفصوص ديال الثومه، معلقه سكينجبير، نص معلقه ديال البصل، نص معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال الملحه، معلقه ديال التحميره او بابريكا، ومعلقه ديال القزبر يابس وزويته بلديه، لا شابلور، بيضه والدقيق. هنا بالنسبه لا شابلور يمكن السيدات تحضروا راسها في البيت بطريقه بسيطه. كناخذوا الخبز كنيبسوه كنحمروه في الفران وكنطحنوه صافي. نبداو على بركه الله نشرملوا هذه الفخيضات. غادي ناخذوا الثومه، العطرية كاملة نوضعوها كاملة في خطرة، زبيتة بلدية، غادي نخلطو هاد العطرية مزيان مع بعضها هكدا حتى نحصلو على هاد الشرمولة. صافي، غادي ندوز نشرمل هاد الفخيضات هنا. ولاني من قبل راه انا شكيتهم واحد شويه هكذا عملت لهم تقيبات هكا بعويد باش تدخل فيهم شويه الشرموله، ونيت فاش نجيو نطيبوهم يدخل معاهم الطياب بسهوله ويطيبوا لنا مزيان هكذا حتى داك الشرموله غادي يشربوها لنا مزيان. صافي، نخلط هاد الفخيضات هكا نشرملهم مزيان. بعد ما شرملت هاد الفخيطات غادي نخليهم واحد 3 سوايع حتى 4 سوايع على الاقل. ولا كان عندنا الوقت يمكن نخليهم حتى ليله كامله باش يشربوا مزيان هاد العطريه وتدخل فيهم مزيان. انا غنخليهم على جنب وندوز نحضر معكم الرز اللي غنرافق به هاد الفخيطات. هاد الرز غادي نحتاج طبيعه الحال الرز اللي ديجا انا غسلته نقيته وغسلته وقطرته. هنا عندي واحد 300 غرام ديال الرز، قياس واحد زلافه معمره، واحد البصله محكوكه اللي حكيتها ما شلتهاش، فلفله حمراء خضراء صفراء قطعتهم هكا مكعبات، جوج حبات ديال الخيزو او الجزر اللي حكيتهم هكذا، جوج حبات ديال القرعه او الكوسه محكوكين. بالنسبه للعطريه غنحتاج ملحه، واحد المعلقه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه ديال السكينجبير، وواحد شويه ديال الابزار، وبطبيعة الحال الزيت. انا عندي هنا زيت مخلطة زيت المائدة وزيت الزيتون. نبداو على بركة الله. خديت الطنجرة درت فيها الزيت والبصيلة ها والكبوطة، نضيف الخيزو او الجزر، القريعة، نخلي هاد الخضيرة تشحر، غادي نضيف حتى الفلفلة حمراء خضراء صفراء. صافي، ونخلي هاد الخضيرة كاملة تشحر واحد شوية. البصيله راه ديجا عندنا محكوكه، بعد ما تشحرت هاد الخضيره غادي نضيف الرز. الرز دائما يكون رز كلاصي مزيان
باش ما يتعجنش. فهاد الوصفه خصنا الرز يبقى لنا واقف ما يتعجنش، دونك دائما نخطو الرز اللي هو مزيان. نخلطو هادشي كامل هكذا، غادي نضيف العطريه كما قلنا، ملحه، خرقوم، السكنجبير والابصار. نخلط كل شيء مع بعضه. صافي دابا غادي نغطي هذا الرز بالماء هكذا حتى يتغطى لي مزيان، باش يلقى فين يطيب. هكذا كيما شفتو نغطيه مزيان بالماء. صافي، وغادي نخليه حتى يطيب مزيان وينشف منه داك الماء، وعاد نرجع عندكم. صافي الرز راه هو كيطيب. غادي ندوز نوجد هاد الفخيطات، قلنا بلي خليتهم يتشرملو وقت طويل، ومن الاحسن الا كان عندكم الوقت تخليهم ليله كامله، هكا يشبعوا مزيان هاد الشرموله وكيجيو لذاد وبنان كل ما خليناهم وقت اطول. واللي نسيت ما نقولكمش هي انني ضفت هنا، حكيت بين يديا شويه ديال الزعتر وضفتو للشرموله. صافي، وانتم يمكن لكم تضيفوا الاعشاب المنسمه اللي كتواجد عندكم في البيت، حتى هي كتواتى بزاف مع هاد الفخيطات. صافي دابا غادي ندوز على بركه الله. عندي هنا بيضه، عندي لا شابلور والدقيق، غنطرب هاد البيضه مزيان. دابا غندوز فخيط هكذا في الدقيق هكذا، وندوزو في البيض، وعاد في لاشابلور. نحاول ندوزو مزيان في لاشابلور هكذا. صافي، ونوضعو في هاد لاطا اللي غندخل للفران، ديجا راها فيها البابي كويسون. صافي دابا غادي ندخلهم يطيبو على درجة حرارة معتدلة، ما نجهدوش عليهم بزاف باش يدخل معاهم الطياب ويطيبو في خاطرهم. وفي حالة ما إذا شفناهم بداو كيتحمرو ومازال ما دخلهمش الطياب، يمكننا نغطيهم بابي ألمنيوم ونخليهم يكملوا الطياب على خاطرهم. ها هو الرز، صافي راه وجد دابا، كيجي ناشف وشارب داك المريق على هاد الشكل هذا. والفخيطات ديال الدجاج ها هما خرجتهم من الفران، صافي طابوا وتحمروا على هاد الشكل هذا. هذا هو الشكل النهائي الطبق ديالنا، هما الفخيطات بعد ما خرجتهم من الفران كيجيو هكذا محمرين ومقرمشين وبنان. رفقتهم بالرز بالخضر وقدمتهم بشويه ديال المايونيز والكيتشوب. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتقدموها لعائلتكم بالصحه والراحه. وما تنساوش تخليو لي لايك وتدعموني باقتراحاتكم وتعليقاتكم. وبالنسبه للناس اللي كيشوفوا لاشين ديالي لاول مره، نتمنى تابونوا معايا في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى فيديو جاي ان شاء الله.